بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تم بعون الله تشكيل كتيبة الموحدون في جبل الأكراد والتابعة لكتائب الموحدون الساحل ردا على مجازر الحفة، ونتوعد بعمليات نوعية وسريعة في الساحل ضد هذا المجرم البربري. الله أكبر وللعزة لله. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر.